إذن الكتاب 245 هو خاص بالعنوان وبيان المسؤولية، وينقسم إلى الحقول الفرعية، الحقل A و B و C وال N وال H. الحقل الفرعي A هو خاص بالعنوان الرئيسي، بعض الكتب لها عنوان رئيسي وعنوان فرع، وبعض الكتب لها عنوان رئيسي فقط. يبقى إذن بيكتب العنوان الرئيسي في الحقل الفرع في الحقل الفرعي A، وبعدين نقطتين ثم في الحقل الفرعي B العنوان الفرعي، ويدرج شرطة مائلة backspace. الحقل الفرعي C هو بيان المسؤولية، وما هو بيان المسؤولية؟ هو كل من مسؤول عن الإخراج العلمي أو المحتوى لهذا الكتاب. إذا وجد مؤلف واحد أو أكثر من مؤلف مع مترجم مع محقق، لابد أن يدرج أسماء المؤلفين والمترجمين والمشاركين في هذا الحقل في بيان المسؤولية، ويكتب اسم المؤلف أو المترجم أو المحقق بالاسم الطبيعي له، وليس في مثل الحق التاجمية. التاجمية قلنا بنكتب اسم العائلة أولا، ولكن في الحقل السي في التاج 245 أكتب أسماء المؤلفين الاسم الطبيعي، وإذا كان يوجد مترجم ينصح بعد كتابة الاسم بين قوسين مترجم أو بين قوسين محقق. إذا وجد عنوان بالعربي باللغة العربية أو باللغة الأجنبية الاثنين مع بعض، أمريكا للبيع، أمريكان فور سيل، لابد في الحقل الفرعي B أكتب العنوان باللغة الإنجليزية، وقبل نهاية الحقل الفرعي A بدل نقطتين أقول يساوي. هذا يدل أن الاسم العربي باللغة العربية مساوي له باللغة الإنجليزية. إذا كان هذا الكتاب كجزء فقط يتم فهرسته، لابد أن أضع في الحقل الفرعي N. إذا كان رقم جزء أو قسم من الوثيقة، أما الحقل الفرعي H الوعاء، بمعنى إذا كان المادة المطلوب فهرستها خريطة، في فرق بين كتاب مرفق به خرائط أو المادة التي يتم فهرستها هي خريطة فقط، ويتم التنويه عليها في الحقل الفرعي H خريطة، أو إذا كانت على CD أقول عليها ملف كمبيوتر، ولا بد أن توضع بين قوسين، أن توضع بين قوسين. هذا هو التاء
التاج 245. التاج 246 هو العنوان البجيل. العنوان البجيل يمكن أن يدرج فيه العنوان باللغة الأجنبية. يبقى 245 العنوان باللغة العربية وال 246 باللغة الإنجليزية. التاج 250 هو بيان الطبعة. 250 بيان الطبعة. في الحقل الفرعي A بيان الطبعة بقول عليها ط 3 الطبعة الثالثة، أو ط 2 الطبعة الثانية. الحقل الفرعي B هي شروط الطبعة. وما هي شروط الطبعة؟ وليكن ان هذه الطبعة منقحة ومزيدة، يبقى لازم احط منقحة ومزيدة. يوجد بعض الكتب، ومثلا طبع منظمة الصحة العالمية، لو يكون مسجل على الكتاب طبعت خصيصا لدول شرق المتوسط، يبقى إذن هذه الطبعة مخصصة لدول شرق المتوسط وليست للعالم كله. في الحقل الفرعي بي أكتب دول شرق المتوسط. هذا الكتاب طبع بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس السعودية، وهذا شرط، يبقى طبع لمرور 100 عام. بيانات الطبع. التاج 260 هو يخص بيانات النشر لهذا الكتاب. يتكون من 3 حقول فرعية. الحقل الفرعي A هو مكان النشر، الرياض، مكة، القاهرة، بيروت. الحقل الفرعي B اسم الناشر، دار القلم، دار الساقي، مكتبة العبيكان، مكتبة الجرير، مكتبة النهضة. لابد من نقطتين كفاصل ما بين الحقل الفرعي A و B، ثم فصلة منقوطة بين الحقل الفرعي B و C. الحقل الفرعي B C هو عن تاريخ النشر 2000، تاريخ النشر الكتاب 2012 1433 هجرية. ثم التاج 300 هو الوصف المادي. الوصف المادي عند الحقل الفرعي A و B و C و E. الحقل الفرعي A ويسجل فيه عدد الصفحات الكتاب أو عدد مجلدات الكتاب، عدد مجلدات العنوان. لو كتاب منفردا في طبعته أقول 151 صاد،